ومن الفوائد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: للصائم فرحتان يفرحهما يفرح بفطره، فرحة بفطره وفرحة إذا لقي ربه. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن الناس يتفاوتون حينما يفطرون. بعضهم يفرح فرحا جائزا طبيعيا، كيف؟ لأنه سيتناول ما منع منه من مطعم ومشرب ونحو ذلك، فرح طبيعي، ولا شك أنه يؤجر باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه امتثل أمر الله. لكن هناك فرح مستحب زيادة على الطبيعي، فاحرص على أن تستحضر مثل هذه النية، تلك الفرحة، لأنه امتثل أمر الله وأنه أنهى صيامه كما أمره الله، وأن الله أعانه على أن ينهي هذا الصوم، فهو يفرح لما فرغ وأدى تلك العبادة على ما يرضي الله عز وجل إذ أعانه الله عز وجل.